بعد قرابة 300 يوم من تعهد حفتر لداعمه باقتحام طرابلس خلال 48 ساعة فقط، ناهيك عن إعلانه حالة الصفر أكثر من 4 مرات، تكبدت غرف عملياته خلال هذه المدة خسائر في الأرواح والعتاد، وأحبطت هجمات ميليشياته جنوبي طرابلس، وتوازيا مع خسائره على الصعيد العسكري منذ 4 أبريل حتى يناير الجاري، دمرت دفاعات قوات الوفاق عددا من طائراته وخسر أخرى ليصل إجماليها إلى 16 طائرة. قوات الوفاق أعلنت في 28 يناير الجاري إسقاطها طائرة إماراتية مسيرة شرقية مدينة مصراتة بعد محاولتها استهداف المدينة. في 30 أبريل أسقطت دفاعات الوفاق طائرة استطلاع روسية شرقية سرت، وفي منتصف الشهر الموالي أسقطت طائرة ميغ 23 بوادي الربيع، ثم في 20 يوليو دمرت 3 طائرات استطلاع مسيرة بغريان، كما استهدفت في 19 يوليو طائرة سيخوي 22 بقاعدة الوطية الجوية الخاضعة لسيطرة حفتر والتي تقع جنوب غربي طرابلس. وفي 26 يوليو استهدف طيران الوفاق بغارات جوية قاعدة الجفرة ودمر طائرتي شحن إليوشن 76 تابعتين لشركة الخطوط الجوية الإوكرانية تستخدم لنقل الذخيرة والمرتزقات إلى ليبيا. ثم خسر حفتر طائرة إل-39 التي هبطت بمدينة مدنينة التونسية بقيادة الطيار فرج الصغير، وصرحت بعض الجهات على إثر ذلك أن الطائرة أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري وهبطت اضطراريا جراء خلل فني بعدما كانت متجهة إلى قاعدة الوطية. أما في 2 يوليو 2019 فدمرت طائرة استطلاع إماراتية في العزيزية، وأيضا طائرة وينغ لونغ مسيرة جنوب بوغرين في 3 أغسطس، فضلا عن طائرة مشابهة بعنزارة في 20 سبتمبر 2019، كما شهد 7 سبتمبر إسقاط طائرة ميغ 23 جنوب الزاوية. وفي أكتوبر دمرت طائرة وينغ لونغ مسيرة بمدينة مصراتة في 18 من الشهر نفسه، وبـ7 ديسمبر استهدفت طائرة ميغ 23 جنوب الزاوية.